يعلم أنا. حسنا اذهب لترى، هنا نائم. أنا أين النائم؟ هل ترى؟ لو كنت نائما فكيف تتكلم معي؟ لا أنت معي. إذا فلست نائما، اذهب استطلع الأمر. حسنا ماذا في الأمر؟ لا شيء، بالكلب اللطيف يعود حبل السوي. حسنا كلب لطيف. ما انا يا انتبه. مهمة سهلة لجندي الملك او لولد حظه كبير. هيا فكرة، هيا اسرع، علينا نحذر يشوع. تحرك يا مجرم. ألا نستطيع عمل شيء يا يعقوب؟ لا شيء. ألم يتألم بما يكفي؟ لا تتدخل وإلا سأقبض عليك. أبتا اغفر لهم، فهم لا يعلمون ما يفعلون. يا رب اذكرني متى جئت في ملكوتك. الحق أقول لك، اليوم تكون معي في الفردوس. ارمي، لقد تأخرنا، انظر ماذا فعلوا. لم يرتكب ذنبا، دعه يمضي. ما رأيك الآن في ملكك يا فتى؟ دعوه يذهب. هيا نعود إلى البيت يا بني. لكن يا أبي، يسوع وعد أننا سنفرح، لقد وعد. أرمية، لا نستطيع عمل شيء. يا أبي، بين يديك أستودع روحي. ارجعوا هنا يا جبناء. بالحقيقة كان هذا ابن الله. لقد سئمت منك. حتى الأرض تصرخ بسبب غياب يسوع. فيما تفكر يا أرمية؟ قال يسوع إننا سنحزن وبعدها سنفرح. عم يعقوب، كيف نفعل ذلك ويسوع قد مات؟ فمن يساعدني لكي أفهم لماذا قد صلب الناس راب السماء؟ هو قد جاء إلينا ولم يمسي الله والإنسان، وهو رب الوحيد.
الشجرة ليست في ارتفاع شجرتنا الأخرى، لكنها تصلح لرؤية منظر الشروق منها. يجب أن أذهب الآن، يريد والدي الوصول للبيت قبل أن يشتد الحر. إلى اللقاء يا صديقي. إلى اللقاء يا أرمير. مع السلامة يا سامويل، إلى لقاء قريب إن شاء الله. انظر، شخص قادم. لا لا، ملاك. أي القبر. أي ملاك. ها، لقد قال شيئا عن القبر. إنه حيث دفن يسوع. تعالوا. ذلك الجندي هل مات؟ ربما خطط أحد لذلك. القبر من هذه الناحية. بسرعة اختبئوا. لا تخاف يا مريم، أعرف أنك تبحثين عن يسوع الذي صلب، لكنه ليس هنا. والآن أسرعي واخبري التلاميذ أن يسوع قد قام من الموت. قال أننا سنحزن ثم نفرح بعد ذلك جميعا. لقد حقق وعده. فعلا فعلا. هلموا جميعا، فلنفرح الآن، الرب زاد أجل والرب قد انتصر. هلموا جميعا فلنفرح الآن، ذلك الولد المتغطرس. ولد، لقد دفعنا لك لتسكت. انا لا اعمل عندكم. هلموا جميعا فلنفرح الان، فلنفرح حجر والرب قد انتصر. هلموا جميعا فلنفرح الان. سمعت ان روما جميلة في هذا الوقت من العام. هلموا جميعا فلنفرح الآن، نخرج الحجر والرب قد انتصر. هلموا جميعا فلنفرح الآن، نفرح. أرأيتم؟ ألم أقل لكم؟ اذهبوا للعالم أجمع واكرزوا بالأخبار السارة، وتلمذوا جميع الأمم، ومن يؤمن ويعتمد ينال الخلاص. وثقوا في ذلك، سأكون معكم دائما وحتى نهاية الزمان. وعد آخر يا أرمية. أصدق وعودك يا رب، كل وعودك.